للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية. دكتور جهاد، الانحياز المطلق لإسرائيل أصبح محل مراجعة من الكثير من الدول. رأينا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة تصويت بالإجماع لوقف إطلاق النار من عدد من الدول التي كانت تنحاز بشكل كامل للرواية الإسرائيلية في البداية. هذا التحول في المواقف كيف ترى، وكيف من الممكن أن يتم البناء عليه والاستفادة طبعا منه؟ يعني في البداية بعد التحية لك ولكافة المجاهدين الكرام، نحن ندرك بأن الحرب الإجرامية التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وما قامت بارتكابه من مجازر كبيرة بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة بدءا من البشر انتهاء بالحجر، كل ذلك مارست دولة الاحتلال. وهذا الأمر الذي لم يكن يدركه العالم أو المجتمع الدولي بأسره، وكانت الرواية الإسرائيلية المضللة هي التي تسيطر على عقلية هذه الدول باعتبار أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة الديمقراطية في المنطقة، وهي الدولة التي تحافظ على حقوق الإنسان. ولكن أمام هول الجريمة وبشاعتها التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وخاصة بحق الأطفال والنساء والشيوخ وكل ما يتعلق بالبنى التحتية، هذا الأمر الذي دفع العالم لأن يبدأ بتغيير مواقفه اتجاه ما تقوم به حكومة الاحتلال، وبدأت المنادى بضرورة وقف إطلاق النار. وهناك العديد من الدول التي كانت في البداية مصطفة بجانب دولة الاحتلال بعدما حاولت تزوير الرواية الإسرائيلية ونقلها إلى العالم بفيديوهات وبصور مفبركة وبرواية استعرضها نتنياهو لكسب المزيد والقيام بحقه الإجرامية. ولكن بعد أيام من هذا العدوان وبدأ العالم يرى بأم عينه الصورة التي تنقل عبر الفضائيات والفيديوهات وكل ما يجري على الأرض، أصبح هناك تغير في الموقف، لأن هذه الدولة لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بالاتفاقيات الدولية. ولذلك وجدنا حالة التأييد عندما نتحدث عن 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد المشروع المصري الذي قدم إلى الجمعية العامة لوقف إطلاق النار إنساني في الأراضي الفلسطينية، وفقط دولة الاحتلال معها 9 دول، منها الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ومنها 4 دول أو 5 دول غير مذكورة على الخارطة الدولية وإنما هي مجرد أرقام في الأمم المتحدة. هذه الدول لذلك بدأت تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أصبحت في حالة من العزلة ولا تستطيع أن تفرض مكانتها، أو بدأت تفقد مكانتها لدى المجتمع الدولي. صحيح. الأمر الذي يفعل أن يكون هناك تغير في التصريحات التي صدرت سواء عن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس بايدن. رغم كل هذه المعطيات يا دكتور جهاد اللي حضرتك ذكرتها، ولكن ما زال هناك مذابح، انتهاكات، جرائم ترتكب على مرأى ومسمع من الجميع، كما نشاهد يعني يوميا استشهاد الكثير من الأطفال والسيدات والرجال، يتم استهداف كل ما هو حي في فلسطين، كل المؤسسات، المساجد، الكنائس. لأي متى سيتحمل الشعب الفلسطيني كل هذه الجرائم؟ يعني لأي متى؟ يعني أعتقد بأن دولة الاحتلال لم تترك مجلا إلا وقامت بارتكاب فيه جريمة كبرى. نحن نتحدث عن أكثر من 1800 مجزرة ارتكبت من دولة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، وهذه المجازر التي ارتكبت سواء بحق المنازل السكنية وقصفها على رؤوس قاطنية، حتى أن المدارس لم تخلى، المدارس التي اعتقد البعض أو المواطنين اعتقدوا بأنها ملاذا آمنا ولجأوا إليها، وهي التي تحمل علم الأمم المتحدة أو علم وكالة الأونروا، هي تم قصفها والاعتداء عليها. وكما تفضلت فكل مقومات الحياة بدءا من المستشفيات، المدارس، الجامعات، المساجد، الكنائس، شبكة الكهرباء، شبكة المياه، شبكة الصرف الصحي، كل ذلك هو كان مخطط إسرائيلي يهدف لأن لا تكون هناك حياة وأن تكون هناك
صعوبة كاملة في هذه الحياة. هناك تعمد من أجل التهجير الطوعي والقسري للشعب الفلسطيني باتجاه الجنوب، وكان هناك انذار وتنبيه مبكر من قبل القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هناك مخططات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية. يعني أهمية هذا الانذار المبكر وتبني الرواية الفلسطينية بعد فتح كل هذه المخططات الخبيثة. يعني أعتقد مصر لعبت دورا كبيرا في هذا السياق، ولولا الموقف الحازم والحاسم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق لوجدنا المخطط قد مر وقد تم تنفيذه في قصة اللجوء أو التهجير القسري تحت هذا السياق أمام حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال. ولكن كان منذ اليوم الأول للعدوان هناك الاتصالات والمشاورات التي أجرتها القيادة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الاتصالات أو حتى اللقاءات التي جرت بالقاهرة من قبل العديد من قادة دول العالم ووزراء خارجية الدول الكبرى، كذلك الاتصالات شبه اليومية، ومن ثم القمة الإقليمية الدولية التي عقدت بالقاهرة وتلاها القمة العربية الإسلامية وقمة بريكس. كان لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف جعل العالم يتبنى الموقف المصري أو خارطة الطريق التي وضعتها مصر، والتي تمثلت بضرورة وقف إطلاق النار الفوري، ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، رفض فكرة التهجير القسري. حتى الدول الداعمة لدولة الاحتلال في حربها على الشعب الفلسطيني أصبحت تنادي بهذه الفكرة برفض فكرة التهجير القسري وعدم تهجير المدنيين الأبرياء. وجميعنا يعلم بأن قضية التهجير القسري هي جريمة من جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال، حتى أن العديد من قيادات دول العالم سواء رؤساء المنظمات الدولية على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وكافة مفوضي حقوق الإنسان أو المتعلقة بكافة القضايا في الأمم المتحدة زاروا نابر رفعوا زاروا تلك المناطق للاطلاع على حجم الجهد المصري الكبير لأجل محاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني. ولكن دعينا نتحدث في هذا السياق عن كيف أفشلت مصر المخطط المتعلق بالتهجير القسري منذ البداية، لأن كان الموقف الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن ثم من مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والكلمات التي ألقاها وتحدث بها سواء في القمم التي عقدت في القاهرة أو في الرياض أو حتى قمة بريكس كان واضحا برفض فكرة التهجير القسري. لكن دولة الاحتلال عمدت إلى استخدام أسلوب آخر متعلق، أولا كانت تهدف إلى الإبادة ودفع المواطنين إلى عملية التهجير سواء بدفعهم إلى المناطق الجنوبية والتي هي ليست بمناطق آمنة حيث لا مكان آمن في قطاع غزة. كان الموقف المصري دعا لفكرة وقف عملية النزوح ووقف عملية التهجير، لكن دولة الاحتلال بدأت بالقضاء على كل مقومات الحياة لدفع أو ما يسمى بفكرة التهجير الطوعي كما تفضلت. ولكن مصر كانت راسخة في هذا الموقف أمام العالم وأمام دولة الاحتلال، وأعطت إنذارا لدولة الاحتلال بأنها لن تقبل بفكرة التهجير القسري ولن تقبل بحل القضية الفلسطينية على حساب الدول الأخرى وشق القضية والهوية الفلسطينية. وهذا الموقف دفع والشعب المملكة الفلسطيني الأردنية. نعم، والشعب الفلسطيني أيضا هو رافض من يعني رافض هذه الفكرة وأن يترك أرضه للمحتل. دكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك. شكرا.